الفنان حمادة هلال الحفل الأول لملوك وملكات جمال الأطفال. حمادة هلال أكد أنه سعيد بمشاركته في الحفلة، خاصة أن الأطفال هم الجمهور القريب من قلبه. كاميرا لايت شو قابلت حمادة هلال في الحفلة وسألناه عن خططه الفنية الفترة اللي جاية. اسمع يا عم، حمادة هلال واحد من النجوم القليلين اللي قدروا ينجحوا سواء في مجال الغنى أو التمثيل، خاصة مع تقديمه أغاني حققت نجاح كبير جداً، وفي نفس الوقت أعمال درامية وسينمائية مهمة. أنا أنا لا مسطول ولا بتطوح. ده بجد ولا تهيؤات؟ وخلال الأيام اللي فاتت أحيا حمادة حفل في مسرح الزمالك بالزمالك. وكاميرا لايت شو كانت موجودة في الحفل ده وكشف عن سر غيابه عن درامة رمضان وقال: في المسلسلات ده موضوع تاني، أنا بفكر في اللي أخرني الفترة دي اللي أنا مش عايز أعمل موضوع اجتماعي، بفكر أعمل موضوع مختلف عني خالص، وهو ده الحاجة اللي مش لاقيها، لأن كل اللي جاي لي مش لايق عليا للأسف، يعني يليق على ناس تانية نجوم كبار. كمان كشف عن حقيقة تجهيزه لأغنية جديدة بينعي فيها والدته. الكلام ده مش صح، يعني أمي الله يرحمها أنا جوا قلبي، فمش محتاجة اللي أنا أعمل لها غنوة، بالعكس إحنا لو عملنا مش هنعمل لها، مش هيكفيها غنوة، هيكفيها كتب.